باش يا شو اليوم راح نحكي عن وارزون 2.0 سيزن 2. إذا أنت واحد جريفيد وعفت من وارزون 2 وبطلت تلعبها أحلى تحية لك، وإذا أنت واحد جريفيد وعفت من وارزون 2 لساتك عم بتعاني برضو أحلى تحية لك، وإذا أنت واحد شغال بالهوا وبالبلا يعطيك العافية. الشورتس، خلينا نبدأ بالشورت. سيزن 2 على الأبواب وبنزل ب 15 الشهر بعد تأخير زعج كتير ناس، خلوا الناس ما يلعبوا الجيم، إنه في ناس كانوا بس يلعبوا ريسيرجنت صاروا يلعبوا كالديران عشان مش طايق الجيم معهم حق. هذا موضوع تاني. الأبديت والشغلات اللي راح تتغير اللي هم كالتالي. أول وأهم إشي ماب جديدة، تغييرات لللود، تغييرات للجولاج، مصاري أسهل، تحكم وتغيير بالبيركس، تغيير أساسي يخلي كل حدا يبدأ بثري بليتس، تغييرات لللود أوتس والأسلحة، أسلحة جديدة، تظبيطات للصوت والأوديو، تظبيطات لليوزر إنترفيس. وروانين راح ينزل. أول إشي وأهم إشي ريبيرث ريسيرجنت، ماب جديدة آيلاند اسمها أشيكا. أشيكا إنه راح تكون زبالة. تغييرات لللود، تغيير للجولاج راح يصير 1v1، مصاري صار أسهل تلاقيهم، ما في شوية زل إن شاء الله يعني عشان هلا عم زل. تغييرات للأسعار بالباي ستيشن مشان الله، عشان أنت عارف إحنا بالحياة عن جد اللي فينا مكفين. على أي حال تغييرات لللود أوتس وللأسلحة طبعا، مع بيس جداد متج جداد، بس هذا إشي صار سلبي. كمان إشي تحكم وتغييرات بالبيرك باكيجز، هلا بتقدر تنقي البيرك باكيج وتعملها كاستمايز على كيف كيفك على ذوقك. تغيير أساسي بيخلي كل حدا يبدأ بالثري كليت. إيش عم بيصير معي هون؟ ثري كليت. تغيير أساسي بيخلي كل حدا يبدأ بثري بليت. وأخيرا يعني كمية الزل إنك تلاقي سترة درع فيها ثلاث صيبة كانت هنا قاعد بعرضك، بس الون شوت سنايبس أعطوها يلا سلام، غير إذا بغيروا أو رح ينزلوا تغيير للسنايبرز، بس ما أعلن ولا حد حكى عن هذا الموضوع، خلينا نشوف. أسلحة جديدة في ناس ممكن يكيفوا عليها، أنا لا مش متحمس كثير الصراحة. اللي بيحب الكروسبو أحلى تحية لإلك، وجماعة الشتاجن انبسطوا، لعنة الله عليكم، نزلوا شوتجن جديد. هذا اللي طلع الخبر لهلا. تظبيطات برضو للصوت اللي هو أهم إشي. في واحد فوق. أهم إشي تغييرات للصوت ويزبطوه، عشان بيشتغل مرات ومرات ما بيشتغل تماما. تظبيطات لليوزر انترفيس، عشان صراحة المنيوز كتير معقدة، وان شاء الله هلا يصيروا اسهل. راح ينزلوا رونن، اللي بحب رونن راح ينزل. الستور طبعا وضعه مؤسف، والسكنات مش كتير يعني حلوين صراحة، ونتوقع منهم احسن، بس عشان هيك راح نضل فوق راسه وعيوننا عليهم. راح يطلع اخبار اكثر وراح نضل نجيب لكم اياها، ويلا سلام.